هناك قائمة لا يستهان بها، قائمة طويلة من المسائل التي وقع الخلاف بين العلماء في هل هي من المفطرات أو ليس أو ليست من المفطرات. فمثلا على سبيل المثال الحجامة، اختلف العلماء هل هي من المفطرات أو لا، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها مفطر من المفطرات، وذهب طائفة وهو قول الجمهور إلى أنها ليست من المفطرات. أكل ما لا يفيد أو إدخال ما لا يفيد البدن من خيط أو ما أشبه ذلك، هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه يفطر كل ما وصل إلى الجوف، ومنهم من يرى أنه ليس بمفطر. السعوط والوجور صور أخرى ذكرها العلماء في كتبهم ومدوناتهم الفقهية، اختلفوا هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. إذا انتقلنا إلى الواقع المعاصر وجدنا مسائل كثيرة جدا هي مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة. فإبر التحليل، إبر العلاج، أقصد الإبر التحليلية أي أخذ دم للتحليل، هل يلحق بالحجامة أو لا يلحق بالحجامة، الإبر العلاجية والإبر المغذية وأشياء كثيرة اختلف فيها العلماء هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. والذي يمكن أن نختم به حلقتنا الليلة فيما يتصل بالمفطرات أنه لا يحكم لشيء من الأشياء بأنه مفطر إلا بدليل. هذا أصل ينبغي أن ننطلق منه ونتفق عليه، إن المفطرات ليست أمرا اختياريا ولا ذوقيا ولا أمرا يقترحه المقترحون، بل كل من قال في شيء إنه مفطر فلا بد أن يقيم دليلا. فمن قال إن شم الروائح الطيبة الزكية الأطياب والعطور مفطر، نقول أين الدليل؟ فإن أقام الدليل سمعنا وأطعنا، وإن لم يأتي بدليل فالأصل أنه ليس من المفطرات، والأصل صحة الصيام.